السلام عليكم، صباح الخير. النهارده تمام، وصلنا امبارح هون، حكينا عن البيس ثيرم وشفنا، بدينا نحكي عن المثال عشان نفهم أكثر توتال بروبابيليتي والبيس ثيرم. فكنا لو كان عندنا كوميونيكيشن شانل، بدنا نرسل ديجيتال 1 او ديجيتال 0، الريسيفر بيستقبل يا اما 1 يا اما 0. كان ممكن يوصلنا 1 اذا ارسلنا 1، وممكن يوصلنا 1 اذا ارسلنا 0 برضه، لانه اذا كان في نويز. وممكن نرسل 1 يوصل 1، نرسل 1 توصل 0 اذا كان في نويز. في هذه الحالة الريسيفر راح يقرر انه زيرو يعني خطأ، حيعرف انه نرسل هاي الخط اللي هي يكون في خطأ، في ايرور. هاي البروبابيليتي، البروبابيليتي اني ارسل 1 او ارسل زيرو سميها برايوري بروبابيليتي، بروبابيليتي للايفنت بي 1 بروبابيليتي للايفنت بي 0. بروبابيليتي اوف اي 1 given بي 1، معناته السهم طالع من بي 1 لاي 1، A1 given B1. Transition probability. Transition probabilities. دول سميناه total probability. إذا الـ total probability of A1 شو بتساوي؟ بتساوي كل الأسهم اللي فايتة على A1. Probability of A1 given B1 times probability of B1 زائد probability of A1 given B0 times B0. أوكي؟ هاي total probability of A1. Total probability of A0. Probability of A0 given B1 times probability of B1 زائد probability of A0 given B0 times probability of B0. طيب لو بدنا نوجد the posterior probability، نطبق المثال، نفس المثال تبعنا Bayes theorem، نوجد the probability of B1 given A1. شو يعني the probability انه ال before بيساوي 1 given انه ال after؟ طب احنا الترانزيشن كلهن A given B، A given B، A given B، A given B. الكونديشنال العكسية للترانزيشن probability هي conditional بس عكسية، بدل A given B، B given A. هاي كيف بدي اوجدها؟ هاي بدي اوجدها من البيز ثيورم. البيز ثيورم شو بتقول؟ probability of B1 given A1 شو بتساوي؟ بتساوي الـ probability of A1 العكسها given B1 times ضرب الـ probability of B1 على الـ probability of A1. Okay. Probability of A1 given B1 معنى في المثال كانت تساوي A1 B1 قديش؟ 0.9. طرب الـ probability of B1 الـ priori probability شو ستة من بتساوي؟ عشرة كانت. 6 من 10، ممتاز. طيب شو هاي probability of A1؟ هاي total probability of A1، total probability. ما حسبناهاش، احنا كتبنا قانونها وما حسبناهاش، بدنا اياها، بدنا نحسبها. هاي A1 given B0، A1 given B0 times B0 اللي هي 0.1 ضرب 0.4 زائد 9 بالعشرة، 6 بالعشرة بالعشرة. كم هاي؟ 5% و
59%. أربعة وخمسين هون، هون 58. أوكي. بدنا إياها هون على التوتال probability، كم تطلع هاي؟ تطلع دكتور 0.93. كمان مرة 0.9 ضرب 0.6 دكتور 0.93. 0.93. يعني 93%. شو معناها هاي؟ هاي اللي هي بنسميها posteriori probability، اللي هي العكسية، هاي بنسميها posteriori probability. شو يعني ال probability of B1 given A1؟ هاي المثال تبعنا probability of B1 given A1. يعني انت قاعد هون عند الريسيفر، وصلتك السيجنال، شفتها 1. طيب شو احتمال انها اللي ارسلت 1؟ طيب انت شو بعرفك شو اللي ارسلت؟ ما بنعرفش. لما انا اكون موجود على جهه الريسيفر انا ما بعرف شو اللي ارسل، انا بشوف شو اللي استقبلناه، استقبلنا 1. اذا البروبابيليتي، إذا شو كأنه بيسألني شو احتمال إنه اللي أرسل 1 given إنه اللي استقبلناه 1؟ يعني أنت قاعد على الريسيفر أجتك 1، شو احتمال اللي أرسلناها 1؟ هاي الاحتمال 93%. يعني ممكن لما نستقبل 1 نكون أرسلنا 0؟ أه ممكن، لأنه في عندنا هون ترانزيشن probabilities، هيها بتقول A1 بس اللي أرسل 0، ففي احتمال. إذا بدك نوجده شو احتمال إنه what is the probability انه اللي ارسل 0 given انه اللي استقبلناه 1؟ يعني شو بتساوي؟ شو عبد الله هذا اللي كتب بتساوي؟ البيز ثيوريم شو بتساوي؟ انسام A probability لل B0 given A1 في ال B لل A1 given A given A اللي بدنا اياها B0 given A1. شو بدي اكتب هون انا؟ probability of ال A A شو؟ A given 1 ولا 0؟ A 1 A1 هاي نفسها given given A1 B0 كل اللي بتعمله بدي اقلب هاي البيز ثيوريم. شو بتعمل؟ بتعمل تقلب، توجد الكونديشنال العكسي. B0 given A1 تساوي A1 given B0 given B0 في B في B لل A1 في البروبابيليتي للاخيره اللي هون probability of B0 تقسيم البروبابيليتي للي بتكون بعد الشرطه هون لا A1. كمان مرة دكتور، كمان مرة، كمان مرة. البيز ثيوريم شو بنعمل؟ عندي هون كونديشنال دائما بيكون، بقلبها هون بي 0 جيفن اي 1، هاي اي 1 جيفن بي 0، ضرب البروبابيليتي للي موجود هون بين الثانية
تقسيم للبروبابيليتي للي بعد الشرط. احنا بنعكس بس اول اشي في الشرط بس الاول. احنا بس هاي بنعكسها. تمام. اوكي وبعدين بنكمل probability of B0 تقسيم probability of A1. لاحظ هون، شوفي هون B1 given A1 شو عملنا؟ صارت A1 given B1 قلبناهن، هاي اجت هون هاي اجت هون. في الـ probability of B1 اللي هي الثانية تقسيم probability of A1 اللي هي بعد الشرطة. شو بتساوي إذا؟ A1 given B0 عشر حكينا. A1 given B0 معنى هايها موجودة بالمثال 0.1. إيه الـ probability of B0 أربعة بالعشرة. أربعة بالعشرة. على total probability of A1 نفسها، هاي total probability وجدناها من خلال الـ total theorem. قديش طلعت معنا؟ 0.58. كم هاي؟ كم؟ 0.04 تقسيم 0.58 هاي طلعت 0.06. 0.689 يعني بوينت 0.07 7% احتمال بسيط. لاحظوا تكملة هاي احتمال. ليش انا اخذت انا احتمال انه البيفور 1 جيفن الافتر 1 احتمال انه البيفور 0 جيفن الافتر 1. فهي الحالة ايش طلعوا؟ 100%. وكمان في بوستيريور بروبابيلتي ممكن اسال عن B1 جيفن A0 وB0 جيفن A0 برضه، دول بسميهم بوستيريور بروبابيلتيز. دول بدي اشرح لكم اياهم يعني. فكروا فيهم لحالهم. B1 given A0 and the probability of B0 given A0. دكتور احنا على اي اساس بنحط مثلا 9 بالعشرة و 1 بالعشرة وهيك حسب الرسم يعني؟ هاي مقياس السؤال. هاي مقياس السؤال، السؤال يمكن ما يكونش رسمي، احنا اللي عملنا رسمي. هو بجوز يكون حكي. في هذا المثال اعطانا اياه رسمي، نشوف الان مثال ثاني حكي. كل student takes a train to school. بأن طالب يركب في القطار فنروح على المدرسة. في عندهم كلاس، هاي الترين، هاي الستودنت. الآن الترين في له مواعيد، بيجي كل يوم مثلا الساعة 7 الصبح، ممكن ما يجيش اون تايم، الموعد لازم يجي خلال 5 دقائق، مرات بتأخر. The probability الطالب طبعا مرضه ممكن ما يجيش اون تايم، ف the probability انه يعني طالب arrive on time given the train on time يساوي 95%. إذا الترين بوصل اون تايم احتمال انه الطالب يوصل لكلاس 95%. The probability الترين يعني عدد المرات يعني ترين اون تايم يساوي 70%، يعني 70% من الأوقات الترين بيجي اون تايم. السؤال شو احتمال انه student arrive on time to the class. اوكي في عندي خطوتين يعني للطالب، عندي خطوتين بده هو يوصل on time والترين يوصل on time مشان هو يوصل للكلاس.
دكتور سمحت بس ترجع دقيقة. دكتور مش مبين الصف. هي بينا خلاص يسمو ايده. اوكي الان بدي احول هاي الرسمه مشان اقدر استخدم التوتال والبيز probability. انا بدي التوتال probability انه arrival time، عندي conditional وبدي. طيب انا عندي برضو في عندي خلينا نقول يعني اول شيء انه الستودنت arrival time او الترين arrival time. ممكن الترين does not arrive on time، احتمال انه الترين arrive on time 7/10. معناته في عنا probability of T0 بتساوي 3/10 انه ما يوصلش لانه عكسها. الان في عندي احتمال انه طالب يوصل الكلاس او الطالب ما يوصلش الكلاس. اوكي هاي the probability of C1 given T1، يعني احتمال انه يوصل للطالب الكلاس given انه الترين وصل on time. هاي اعطانا اياها السؤال 0.95. معناته إذا الترين بوصل اون تايم، بس هاي اللي أعطانا المعلومات. السؤال ما أعطاناش شيء ثاني. 0.7 ترين اون تايم 0.7، أعطانا هاي 0.95. برضو من هاي بقدر أستنتج أنا إنه إذا لجل الترين اون تايم احتمال إنه الطالب يوصل اون تايم 0.95، واحتمال إنه ما يوصلش 0.05. اللي هي شو هاي؟ The probability of C0 given T1. اوكي الان شو الاحتمال؟ طيب هو طب الترانزيشن اللي هون، الترانزيشن اللي هون بمعنى شو احتمال انه الطالب ما يوصلش اون تايم اذا الترين ما جاش اون تايم، او شو احتمال انه الطالب يوصل اون تايم اذا الترين اجى اون تايم؟ اوكي ما اعطانا معلومات عن هذا الحكي. وبالاخر بقول لي احسب ايش what is the probability student arrive on time. student arrive on time اذا بدي افكر فيها بشكل شامل انه الترين يوصل اون تايم الطالب يوصل اون تايم، او الترين يوصل اون تايم ما يوصلش اون تايم بس الطالب يوصل. طب الترين ما جاش اون تايم تاخر ربع ساعه، معقول الطالب يوصل اون تايم؟ ما نعرفش. طيب What is the probability the student arrive on time؟ يعني the probability of C1. probability of C1 حسب total probability تساوي probability of C1 given T1 times probability of T1 زائد the probability of C1 given T0 times probability of T0 total probability of C1. إذا أنا بدي أجي أقول هون بدي أفترض في السؤال يا إما هو بده probability of C1 given T1 probability of T1 فقط، اللي هي شو بتساوي؟ the joint probability. the joint probability انه الترين يوصل on time والطالب يوصل on time.
بس هاي مش التوتال probability، هاي الجوينت probability، لأن هاي التقاطع ما هي، مش هيك؟ conditional تقسيم probability of T1 شو بتساوي؟ تقاطع. هاي التقاطع. تقاطع هاي، تقاطع هاي. probability of C1 given T1 تساوي التقاطع تقسيم probability of T1، ومدام مضروب في T1 اللي تحت بتروح مع اللي فوق، بضل التقاطع فقط. لكن لا، أنا بدي أقول زوجتي total probability، لأنه كل student arrive on time، student arrive on time معناته بتساوي 0.95 ضرب T1 اللي arrive on time 0.7 زائد. شو احتمال انه طالب يوصل اون تايم اذا الترين ما وصلش اون تايم؟ هو بدي افترض ان هاي تساوي زيرو. مش معطيني بالسؤال هو، بس انا بدي افترض اني معطيكم اياها بالسؤال تساوي زيرو. هذا هاي بمعنى اخر، هون اذا الترين ما وصلش اون تايم، خلص الطالب 100% مش راح يوصل اون تايم. في هاي الحالة بقول هاي صفر ضرب 0.3 وتساوي 0.95 ضرب 0.7. اللي هي بتساوي تقاطع the probability of C1 intersection مع T1. The joint probability إنه الترين يوصل on time والطالب يوصل on time. The joint probability. يعني قال لي what is the probability student arrive on time and the train arrive on time. هاي شو بتساوي؟ شو الماثماتيكال ريبريزنتيشن لها؟ student arrived on time probability of C1 ما فيش مجال، بس لو قال probability of student arrive on time and the train arrive on time، شو معناها؟ and اثنين بدهم يتحققوا، شو يعني؟ ايه؟ تقاطع بحكي تقاطع 100% في هاي الحالة الـ joint probability of C1 T1. إيه؟ وفي نص السؤال the student arrive on time. هنا what is the probability the student will be on time for the class؟ هاي الحالة total probability. إيه؟ أما and student arrive on time and the train arrive on time هاي الـ joint probability. example عندنا box في 6 green balls في 4 blue في 10 yellow. بدنا نسحب منه with no replacement. أو كان يعني جي جرين طبعا هون يعني مقصود فيها جي is the event، بعرف ال event draw green ball. What's the probability of G؟ شو 20 كم؟ شو الـ probability of G؟
صندوق فيه هاي الفطابيل، 6 خضر، 4 زرق، 10 صفر. ستة من عشرين. زي ما عرفنا من يعني 6 على 20 حسب أي تعريف للبروبابيليتي اللي هو سميناه ليش الفريكونسي definition of probability، لأنه لو سحبت كل الفطابيل 20 هاي infinity، كم واحدة منهم جرين؟ 6. طيب لنفرض بدي أسحب 2 times وبدون إرجاع، فبدي أعطي أنا إنه G1 اللي هي السحبة الأولى وG2 اللي هي السحبة الثانية. Then what is the probability of الثانية تكون green given الأولى green؟ conditional probability. سحبنا واحدة وطلعت جرين، أنا بقول لك سحبنا وطلعت جرين، هسه بدنا نسحب الثاني، شو احتمال إنها الثانية تطلع جرين؟ 5 على 20. هو إحنا سحبنا لا، واحدة، 5 على 19. إحنا سحبنا واحدة وطلعت يعني وبدون إرجاع، إذا خلص أنا ظل عندي 19. 5 على 19. إذا على 19، طيب سحبت الأولى كانت جرين، كم ظل جرين بعدين؟ ظلش إلا 5. تذكر؟ أيوه. نص السؤال. إيه؟ نص السؤال هاي إكزامبل. What is the probability of drawing a green ball in the second draw given how if the first draw was green؟ سحبنا يعني الأولى جرين، شو احتمال إنه الثانية تكون جرين؟ طيب طب لو بدنا نوجد الجوينت بروبابيليتي، يعني هون نكون نجي نقول What is the joint probability of drawing two green balls؟ شو احتمال إني أسحب two green balls؟ يعني probability of G2 intersection مع G1. طيب مش انه انا مش معطيك is not conditional، ما قلت لكش انه سحبنا الاولى جرين شو احتمال الثانية جرين، بقول لك شو احتمال نسحب فطبولين يطلعوا خضر، هاي تقاطع، احتمال نسحب فطبولين يطلعوا خضر تقاطع، وهي تساوي the probability of G2 given G1 times the probability of G1. كم هاي؟ 6 على 20 يعني 30 على 180، 3 على 38. دكتور بالسؤال اللي فوق، شو الاحتمال من تي زيرو لسي زيرو لسي زيرو؟ تي زيرو 100%، مش 1 في 10، 100%، 1 يعني. يعني 1 بقول. 1. شكرا. اوكي، اذا هون احتمال التقاطع كم؟ 3 على 38. اللي هي ايش؟ احتمال ان اسحب فطبولين يطلعوا خطر. بس هاي شو بتساوي؟ هاي احتمال انه اسحب الثاني اخضر اذا كان الاول اخضر. اوكي. معلش ترجع شوي، انا استنيت مشانك مشان تصور. انت حطيت ايدك غطيت ال يلا.
وين احنا؟ هون سوري. تمام دكتور. اوكي. خلينا نفس المثال نشوف منه يعني أكثر probabilities. G كلنا 4B 10Y. شو احتمال إني أسحب؟ طيب دكتور لما حكينا عن تقاطع لما G2 تقاطع G1، طب ما هي يعني كيف أخذنا الـ given تبعت الـ G2 على G1؟ لأن هذيك كانت بتحكي عن إشي إنه احتمالية سحب كرة واحدة إنها تكون خضراء وبدون إرجاع، أما هون إحنا بنسحب اثنتين، يعني المفروض مش نفس، يعني ما أخذنا الخمسة على 19 صح؟ هذا هو تعريف الـ conditional probability. الـ conditional probability بيعتمد على الـ joint probability. إحنا بنحكي عن جميع الحالات بدون إرجاع، دير بالك هون وهون بدون ارجاع، هذا التجربه هيك بدها تكون. فاحنا يعني السؤال الاول نصه بقول لك اذا سحبت طابه خبيتها عندي، يعني سحبت انا بدون ما انت تعرفي الطابه الاولى ورميتها، وسحبت الطابه الثانيه ورميتها. الان السؤال شو احتمال انه الطابه الثانيه اللي انا سحبتها كانت خضراء، وهيني بدي اقول لك انه الطابه الاولى كانت خضراء. هاي conditional probability. السؤال الثاني نصه غير، السؤال الثاني بيقول لي انا سحبت طابه ورميتها، رديت سحبت كمان طابه ورميتها، اوكي شو احتمال انه الطابتين يطلعوا خضر؟ The joint probability the second is green and the first is green، اثنين يكونوا green يعني joint، بيتحققوا الشرطين. دكتور بس انا يعني قصدي انه لما بدنا نحكي بهاي مش القانون هو ناخذ المشروط هذا الجيفن نضربه في بي اوف جي 1 مثلا. فانا سؤالي انه الجيفن هاي بتكون تعتمد على شيء ثاني مش ضروري على نفس السؤال يعني؟ لا بتعتمد على نفس الشيء، هاي نفس الايفنتس جي 2 جي 1 جي 2 جي 1. بس بيكون الحدث اللي عليهم مختلف يعني زي اللي فوق. الحدث هاي الكونديشنال، يعني الكونديشنال بروبابيلتي ثيوريم تربط بين الجوينت وما بين الحدث اللي هو كونديشنال، يعني اللي هو مفهومه زي اللي هون انه جي 2 جيفن جي 1. طب كيف انا اوجده؟ بوجده من الجوينت ماني. انا فكرت لازم حدث. تمام، يعني التعريفها بربط ما بين هذول الفكرتين، انه الاولى جيفن الثاني جيفن الاولى، ما بين التقاطع ما بين الأولى والثانية. تمام. طيب خلينا نقول، طب شو التوتال بروبابيلتي؟ أنا بدي لنفرض سحبت الثنتين، شو احتمال إنه الطابة الثانية تكون جرين؟ نقدر نفكر فيها هيك من الصندوق، يعني لو قلت لكم سحبت بدون إرجاع، شو احتمال الطابة الأولى تكون جرين؟ 6 على 20 مباشرة بتجاوبوني. طب شو احتمال الطابة الأولى تكون بلو؟ 4 على 20. طب شو احتمال الطابة الثانية تكون جرين؟ هون العملية بتصير 6 على 19. أنت فرضتي إنه الأولى مش جرين 6 على 19، بركي الأولى جرين كانت. ما هي الأولى بلو حكينا. لا أنا بقول كيش، أنا بقول total probability إنه الثاني green. دكتور ممكن هون نصير نجمع أشياء مع بعض، يعني مثلا احتمال إذا إحنا بنرجع لطريقتنا، أنا بقول في عندي خطوتين، عندي G1 أو blue 1، خليني أو yellow 1. في الخطوة الثانية عندي G2، عندي blue 2، عندي yellow 2. What is the probability إنه الأولى تكون green؟ على طول بنعرفها، 6 على 20. شو احتمال الأولى blue؟ 4 على 20. الأولى yellow؟ 10 على 20. conditional برضو بقدر أعرفهن، إذا كانت الأولى green شو احتمال الثاني green؟
probability of G2 given G1 شو بتساوي؟ G2 given G1 شو؟ الأولى يعني green سحبناها، شو احتمال الثاني تطلع green؟ 5 على 19 ساعتها ما ضلش إلا 5 على 19. طيب إذا الأولى blue شو احتمال إنه الثاني green؟ 6 على 19 G2 given تساوي 6 على 19. وإذا يلو شو بتساوي؟ برضو 6 على 19 سحبت من غير الجرين، معناته ضل الست جرين ضلين زي ما هن في الحالتين هذول. هسا بقدر أوجد ايش؟ total probability of G2. The probability of G2 شو بتساوي؟ هاي صارت total probability، إذا بتساوي the probability of G2 given G1 times the probability of G1 زائد the probability of G2, G2 given P1 times probability of P1 زائد probability of G2 given Y1 times probability of Y1. وتساوي 5 على 19 ستة عشرين زائد 6 على 19 في 24 زائد 6 على 19 في 10 على 20. وهي كم تطلع؟ 19 ضرب 20 380، وعندنا 5 في 6 30 و24 54 و60 54 114 و380. طيب لو قلت لكم بدون ما ارسم هاي الرسمه، بدون ما ارسم هاي الرسمه هيك، what is the probability انه الاولى green given الثانيه green؟ سحبت سحبتين انا صح؟ بدون ارجاع، شو احتمال انه الاولى كانت green علما انه الثاني green؟ ما بقدرش هيك بدون يعني الصندوق، بس اذا رسمت هاي الرسمه بصير اعرف شو يعني the probability انه الاولى green given الثاني green. شو بتساوي هاي؟ اي قانون بستخدم؟ حدا يجاوبني او كل شو اكتب؟ التقاطع بينهم مضروب في probability للجي 2. التقاطع تعريف شو اسمه probability of جي 1 given جي 2 يعني بالقانون الأساسي التقاطع تقسيم على G2 على G1 ضرب probability لل G1 على probability لل G2. كمان ما خلينا نجاوب مين سأل مين كتب الأول؟ جمانة؟ أنا دكتور. جمانة. probability of G1 given G2 القانون الأساسي تبعه شو بيساوي؟ probability للتقاطع تقسيم probability of G2. اوكي هسا نرجع ندور على التقاطع ممكن، بس احنا عندنا البيز ثيوريم اللي هي بتعطيني الكونديشنال العكسي. طب انا بعرف جي 2 جيفن جي 1 بنعرفها، وجدناها قبل شوي عبيناها هنا كلنا. اذا انا بستخدم العكسي اللي هي شو العكس؟ ايوه probability لل جي 2 جي 1 جيفن جي 1 على probability لل جي 1 ضرب انا بشت probability لل جي 1 على probability لل جي 2 على نقسم هس أوه. لا سوري هون
نحن بنعمل posterior probability بدنا نقسم، لأن هاي بتعطيني، هاي شو تعطيني؟ هاي بتعطيني التقاطع. تقسيم probability of G2. G2. ليش مسحتها أنا هاي؟ دكتور صحيحة هاي. probability of G1. شيك؟ اه صحيح هيك. probability of G2 given G1 times probability of G1 اللي هي التقاطع، اللي هي الجوينت probability لما بقول conditional ضرب G1 اللي هي بتعطيني التقاطع لG1 مع G2، تقسيم G2 لأنه بدي أوجد أنا الconditional. هاي تساوي G2 given G1، هاي معروفة 5 على 19، 5 على 19 ضرب probability of G1 6 على 20 تقسيم probability of G2، probability of G2 اللي هي total probability اللي هي طلعناها من ثلاث قيم، هاي 114 على 380. اوكي هاي شو بتطلع لي probability؟ انه الاولى green given انه الثاني green، يعني واحد اجى على التجربة متأخر شافنا بنسحب الثاني جرين، شو صار يفكر شو احتمال انه الاولى كانت جرين، بيعرف شو سحبنا بالاول، فبده يعرف probability of G2 given G1، وبده يعرف probability of G1، وبده يعرف total probability of G2، total probability of G2. اوكي مين بنكني قانون total probability of yellow 2 ال probability لل white 2 given y y 2 probability of y 2 given y 1 y 1 probability لل y1 زائد ال probability لل y2 given b1 مضروبة في ال b1 وال probability لل y2 given g2 given g1 g1 ال probability لل g1 يلو اي تمام دكتور. اذا هاي الاسئله بقدر احولها بهاي الطريقه انا اوجد البروبابيلتي اللي بدي اياها، توتال بروبابيلتي او بيس ثيوريم والجوينت بروبابيلتي الكونديشنال بروبابيلتي. مثلا قلت لكم يعني نوجد الجوينت بروبابيلتي، مثلا شو الجوينت بروبابيلتي اني او شو احتمال اني اسحب الفوتبول الثاني جرين والاول جرين، او what is the joint probability of throwing the second ball green and the first one green and و joint and هاي جرين اند هاي جرين ولا الجوينت، شو معناته؟ بحكي عن مين؟ بحكي عن تقاطع. فشو بده يكون؟ شو احتمال اسحب فوتبولين يطلعوا جرين في هاي الحاله؟ probability of G1 intersection مع G2 او G2 intersection مع G1 نفس الشيء، شو بتساوي؟ منين نجيب هاي؟ probability لل G1 إنه تكون G2 إيش؟ اللي هي probability لل G1 G2 كون given given G2 على probability لل G2 على probability لل G2 اللي أوجدناها هون على ولا ضرب؟ ضرب ها
ضرب يعني يعني تاي هون احنا بدنا نوجد، بس احنا الاسهل ما نعملش جي 1 جيفن جي 2 لانه ما عنديش هاي ماي بوستيريور probability. الاسهل اللي هي الترانزيشن probability. تقدر تقولي لي على عندنا اياها. اذا شو اكتب؟ بعد هون احنا بعد بنعكسها هاي بنقول لي probability ما هي التقاطع، التقاطع مش ضروري تعكسي، هو متساوي. probability لل G2 given G1 G1 probability ضرب ال probability of G1 اللي هي بعد بعد الشرطة. اوكي شو احتمال انه اسحب الاولى بلو والثانية صفراء؟ الاولى بلو والثانية صفراء. بدي اشوف هذا الترانزيشن. اوكي يعني probability of B1 تقاطع Y2. بقول انا عندي هاي يعني Y2 given B1 times probability of B1 اعطيني التقاطع. اوكي نفس الفكرة يعني هون اخذنا الترانزيشن هاي مع probability of G1 عشان تعطيني التقاطع G1 مع G2. طب تقاطع B1 مع Y2 تشوف الترانزيشن اللي هون ضرب هاي اللي هون. سكشن 1.5 حكي عن independent events. independent events فمنقول عن two events statistically are statistically independent. Are statistically independent events. خلينا نصير نرمز ليك اس اي. Statistically independent events لما the probability of A given B بتساوي the probability of A. بمعنى انه لما اعطيتني انت المعلومه هاي given B ما استفدتش منها انا، هاي بتساوي يعني يعني the probability of A given B نفسها the probability of A. هاي بسميها statistically independent. A is statistically independent يعني A بتعتمدش على B. A is statistically independent of B. And if the probability of B given A ساوي the probability of B معناته B is statistically independent of A. B بتعتمدش على A. probability of B given A ولا مش given A مش فارقة معنا بتساوي probability of B. وفي هذه الحالة كل A and B are statistically independent لأنهم لا هب بيعتمد على هذا ولا هب بيعتمد على هذا. أوكي إذا the probability للتقاطع A تقاطع B هي بتساوي the probability of A given B times the probability of B. شو بدها تساوي؟ the probability of A لأنه يعني A given B بتساوي A times the probability of B. شو معنى statistically independent؟ معناته the intersection the joint probability of A and B بتساوي probability of A ضرب the probability of B. معقول؟ طب احنا بنعرف ال probability للتقاطع مش هيك تساوي؟ بنعرف ال probability للتقاطع A تقاطع B شو بتساوي؟ probability ل A صح؟ زائد ال probability ل B ناقص الـ probability لـ A اتحاد B. اتحاد B.
اوكي صح، ما زال. بس اذا تحقق هذا الشرط، هذا الشرط اذا تحقق بسمي اي ان بي ار ستاتس. اذا هي حاله خاصه، مش دائما البروبابيلتي اوف اي تقاطع بي تساوي بروبابيلتي اوف اي ضرب بروبابيلتي اوف بي. هاي حاله خاصه، اذا صارت بيكونوا اي وبي ستاتستيكال اندبندنت. طيب كمان في عندنا حاله خاصه احنا ثاني بنعرفها، اذا يعني هنا A و B statistically independent، بيكون التقاطع يساوي A ضرب B. هاي بشكل عام، هاي بشكل عام. بس احنا كمان بنعرف A تقاطع B ممكن يساوي the probability of A زائد the probability of B. وين ده؟ لما يكونوا A و B، سوري، الاتحاد اللي بيساوي اتحاد يساوي هاي زائد هاي، يعني التقاطع يساوي صفر. الـ A intersection مع B شو بيساوي؟ صفر. وين ده؟ شو بنسميهن A و B في هاي الحالة؟ mutually exclusive. mutually exclusive، لما التقاطع صفر mutually exclusive، لما التقاطع حاصل الضرب statistically independent. اوكي؟ إذن هذول يعني حالتين مختلفات. A and B cannot be both برضو. statistically independent and mutually exclusive. كيف بدهم يكونوا statistically independent mutually exclusive؟ يعني التقاطع يا إما صفر يا حاصل الضرب، إلا إذا البروبابيلتي لواحد فين صفر، ومعناتها impossible إنها تصير، معناته يعني بس في الوضع العادي إذا probability of A given إنه probability of A and probability of B لا تساوي zero، فبس بينفعش يكون mutually exclusive and statistical independent. يا إما independent يا إما mutual exclusive، يا إما لا هاي ولا هاي ممكن، أما يكون الثنتين مع بعض لا يمكن. إيه خلنا نشوف example. دكتور بس ترجعنا آخر الصفحة. يلا. جاهز. أوكي. سامبل كان عندنا كروت شدي 52 كارديك. ومشان نفهم المثال لازم نفهم الشدي للي بيعرفوش. في عندنا هارت اللي هو يعني القبة القلب 13 كارت فيها. في عنا سبيد السبيد اللي هو كمان 13 كرت، السبيد اللي هو الشباتي. في عنا 13 كرت البستوني، بستوني اللي هو ايش اسمه؟ نسيت بالانجليزي شو اسمه. وعندنا 13 كارت اللي هو دايموند. ديناري. طبعا هذول هذا لونه احمر، هذا لونه احمر، هذا لونه اسود، هذا لونه أسود. 13 ضرب 4 56 52 كارديك 52 كارديك اللي هم 13 ضرب 4. 13 هذول قسمات عندنا من 1 ل 9، من 1 ل 10
من واحد لعشرة هاي التسع كروت، وبعدين في عنا الجو الولد يعني الجي، والكوين البنت، والكي شيخ، وفي عنا الاي. هاي 9 10 11 12 13 كارت من كل واحد من هذول الاشكال اللي بيكونوا مرسوم، مرسومات الهارت، مرسوم قلب احمر على الورقه هون، مرسوم شكل سبيد، يعني شكلين سود في منهم صار كيف هيك زي الوردي، واي دايموند متساوي الاضلاع. طيب بنعرف ايفنتس على الاكسبيرمنت، نسحب كارت احنا، انا نعرف ايفنت اللي هو سيلكت كي او كينج بي جي اللي هي الجاك. اوكي سيلكت الجاك اور كوين. دكتور اللي ما فيش شاشه اختفت. اوكي سي سيلكت هارت شو البروبابيليتيز بالاول؟ probability of A what is the probability of A شو احتمال اني اسحب كرت الكينج الكي؟ أربعة من عددهم كلهم. في عندي أربعة كينج من كل لون واحد على 52. شو احتمال بي؟ شو احتمال اني اسحب جاك أور كوين؟ جاك أور كوين. يعني اسحب الجي أو الكيو من هون أو هون أو هون أو هون. 8 إذن على 52. What's the probability of C؟ شو احتمال اني اسحب كارت تكون هارت؟ كم واحد هارت عندي؟ 13 على 52. اوكي هلا نشوف الجوينت الثانية البي ليش 8 على 52؟ يعني أنا بقول بدي أسحب جاك أور كوين. يعني طلع معي جاك صح، طلع معي كوين تحققت بي. فعندي جاك وكوين هون، جاك وكوين هون، جاك وكوين هون، جاك وكوين هون. كم جاك وكوين في بالشدة؟ 8. أوكي. الأولى كينج. كم كينج في عندي في الشدة؟ واحد هون، واحد هون، واحد هون، واحد هون. كم جاك اوري كوين عندي؟ عندي 8. 4 جاك و4 كوين. بما انه اور يعني اي وحده منهم تقبل معناته 8 بدي اقول. هاي البروبابيليتيز. طيب طيب شو الجوينت بروبابيليتي؟ بروبابيليتي اوف اي جوينت مع بي. A تقاطع B شو احتمال اني اسحب king and at the same time هاي معنى تقاطع and at the same time jack or queen سحبنا كرت شو احتمال انه يطلع king وبنفس الوقت يكون jack or queen صفر اكيد مستحيل ما دامه كينج معناته مش جاك ولا كوين وما دامه جاك ولا كوين معناته مش كينج هاي تساوي زيرو اذا هذول A and B مالن
الايفنت شو بسميهن؟ ام اي ميوتشوال ميوتشوال اكسكلوسيف. ما دام التقاطع يساوي زيرو معناته بسميهن ميوتشوال اكسكلوسيف. طب نشوف البروبابيلتي اوف اي ضرب البروبابيلتي اوف بي. اصلا ما دام ميوتشوال اكسكلوسيف اكيد مش statistically independent، بس خلينا نفحص. probability of A شو بتساوي؟ 4/52. probability of B شو بتساوي؟ 8/52. طبعا اكيد 100% هاي لا تساوي probability of A تقاطع B. لا تساوي التقاطع صفر، وهي مش صفر. معناته A and B they are not ايش statistically independent. احنا قلنا اصلا بما انهم mutual exclusive معناته اكيد مش statistically independent، بصير بتحققش الشرطين يعني، يا هاي يا هاي. طيب خلينا نشوف A و C. the probability of A intersection مع C شو بتساوي؟ شو احتمال اني اسحب كينج ويكون هارت نوع؟ واحد على اربعة. كم كينج من نوع هارت عندي بالشدة؟ أربعة على 13. انا عندي اربعة كينج صح؟ اه بس انه يكون هارت. واحد هارت، واحد سبيد، واحد بستوني، واحد دايموند. طب انا بدي اتحقق الشرطين، بدي اياه كينج وبدي اياه هارت. كم واحد؟ واحد على اربعة. عنديش كم كارت عندي، تجاوبني بس كم واحد؟ الشدة كلها كم؟ 52. كم كارت كينج وهارت؟ كينج اند هارت ات ذا سيم تايم في الشدة كلها. واحد. 13. لا كينج عندك 13 كينج؟ اه كينج لحاله. تمام. كم كينج عندي؟ عندي أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد ديناري وواحد بستوني وواحد سباتي وواحد كبة، شيك؟ اه. كم كينج كبة؟ واحد في الشد كلها عندي بس كرت واحد. So the probability إنه يتحقق الشرطين إنه كينج وإنه هارت واحد على 52. اوكي بقدر اقول في هاي الحاله A and C بدي اشوف كمان التقاطع. احنا شفنا مباشره هون 1/52. طيب بدي اعمل زي هون حاصل الضرب probability of A. دكتور ليش على 52 احنا بدنا اياه؟ شو اسمه احنا بدنا اياه؟ هارت بدنا اياه كبه. احنا عدد الكبة 13. احنا التجربة عندك شدة 52 كرت، اه هاي الاكسبيرمنت اللي عملناها ماثيماتيكال موديل. عندك شدة كاملة 52 كارديك، الاكسبيرمنت بتقول بدي اروح على هاي الشدة واسحب كرت واحد. خربش لي اياها، انت بتخربشها وبسحب كرت. اذا انا من وين بدي اسحب؟ من 52. شو احتمال اني اسحب شيخ من 52؟ عندي اربع شيوخ، 4/52. شو احتمال اني اسحب كينج من نوع هارت؟ كم واحد فيه؟ واحد. من وين؟ منها كلها انا بدي اسحب. انا مش عزلتهم هذول 13 وهذول 3، انا هيك بس مشان تفهموا، بس هي الشد مخربشه كلها مع بعض. فهمت علي؟ فهمت علي. انا بسحب من كل 52 كارت. طيب شو البروبابيلتي بقى ضرب بروبابيلتي او سي شو بتساوي؟ probability of A طلعناها هي 4/52 ضرب probability of C 13/52. 4/13/52 شو بتساوي؟ 4 × 13 = 52. فبضل عندي ايش؟ 52 وحدة. إذا هاي حاصل الضرب يساوي، ها بدي احط هون ويساوي حاصل الضرب يساوي التقاطع الانترسكشن. اذا A and B مالن؟ A and C
لما التقاطع يساوي حصل الضرب شو بسمي الايفنتس؟ They are independent. Independent, statistically independent. They are statistically independent. ما دام statistically independent معناته مش mutual exclusive. يعني حاصل الضرب يعني التقاطع لا يساوي zero. معناته مش mutual exclusive. هل يعني الايفنتس لازم تكون يا اما هيك يا اما هيك؟ لا مش ضروري. اوكي نشوف نحن حاصل ضربهم مش واحد حاصل ضرب 1 52 حاصل الضرب 1 52 4 ب 13 52 مع 52 ظل 52 وحده تحت طب خلينا نشوف بي وسي احنا شفنا A و B وشوفنا A و C نشوف B و C B intersection مع C شو B كانت Jack or Queen و C Heart شو التقاطع انه Jack or Queen وبنفس الوقت تكون Heart at the same time هاي معنى التقاطع نسحب كارت شو احتمال انه يطلع جاك اور كوين وبنفس الوقت يكون من نوع هارت جاك اور كوين وبنفس الوقت يكون هارت 2 على 52 2 يا محمد على 52 لانه فيش عندي الا جاك اور كوين كارتين وانا بسحب من الشد دي كلها 52 هات لنشوف الضرب الان رولتي اوف بي ضرب probability of C probability of B طلعناها مثلا check or queen اللي هي 8 52 probability of C طلعناها برضو 13 على 52 شو بتساوي 13 ضرب 8 يعني ضرب 4 بتعطيني 52 كمان 4 52 52 هاي بتصير 2 2 على 52 13 ضرب 4 بضل 2 2 على 2 على 52 حاصل الضرب والتقاطع 2 إذا تساوي التقاطع إذا probability of B تقاطع C بتساوي probability of B ضرب probability of C معناته B and C are مالهم statistically independent ما دام التقاطع يساوي حاصل الضرب معناته they are statistically independent يعني لاحظوا هنا B statistically independent مع C و A statistically independent طلعت مع مين؟ مع C معناته بقدر أقول A statistically independent مع B و B statistically independent مع C يعني كلهم statistically independent مع بعض A تقاطع B تقاطع C بيساوي the probability of A ضرب probability of B ضرب probability of C لأنهم statistically independent with each other دكتور ما هي A و B مش statistically independent مع بعض احنا هاي A مع B A مع B سوري لا مش statistical independent A مع B مش statistical A مع C احنا قلنا A مع C و B مع C مش هيك A مع C و B مع C نشوف A مع B مع C لا أوكي طيب خلينا نشوف كمان على multiple events
لو كان عندي two events شفنا كيف أشوف statistically وين تكون statistically independent مع بعض. دكتور أيوة إيش إذا كانت عندك ال A تقاطع B S I و B تقاطع C S I مش شرط إنه يكون مباشر A تقاطع C S I بدون ما نفحص. احنا هسه بدنا نحكي عن المالتيبل ايفنتس. مالتيبل ايفنتس يعني ما عنديش A و B و B وC، عندي A B C مثلا. اوكي هاي بتحكي عنه هون بالتفصيل مالتيبل ايفنتس. لو كان عندي 3 ايفنتس وين بيكونوا statistically independent؟ اول اشي لازم each pair يكون statistically independent. must الشرط الأول لازم يتحقق each pair يكون statistically independent. بكفي؟ لا بكفيش. في عندي كمان شرط probability of A intersection with B intersection with C لازم تساوي probability of A probability of B probability of C. إذا بعد ما أفحص كل بير لحالهم statistically independent باجي بفحص هذول الثلاث مع بعض. يعني هون احنا A مع B مع C ما زبطتش معنا، لأنه أصلا البيرز يعني A مع B مش statistically independent، بس لو إنها حققتها أصلا B مع C حققتها برد أفحص A مع B مع C مشان أقول A و B و C are statistically independent. كيف يعني؟ اكزامبل، خلينا ناخذ اكزامبل. تمام دكتور في شوي اكزامبل 52. المره الجايه بنكمل هذا الاكزامبل 52 كارديك، بدنا نسحب منها بس نشوف ايفنتس مختلفه. بشوفكم الاسبوع القادم. السلام عليكم. الله يعافيك.